رجعنا لكم اكيد مكملين معاكم اخر جزء من حلقتنا اليوم من الام 9. كالعاده نرجع لكم بيسير اكسبريس ولي بون بلون ولا فاريت نتاعو، دونك لو سيرفيس يسير ماركت يوصل لكم قضيه الدار، القديم بالدار في اقل من نص ساعه. اي نعم، قضيه الدار الكل في اقل من نص ساعه، لي بات لي فخوي لي ليغوم لي برودوي دو ميناج لو دي فولاي وكل ما يلزم للدار يوصل لك البينيديك في اقل من نص ساعه. بيان سور مال عليك كان تدخل الابليكاسيون يسير اكسبريس بيان سور وتحل روبريك يسير ماركت وتعدي الكوموند كالعاده اللي تحب عليها. سيرفيس هذا ديسبونيبل بيان سور في البونليو سود، البونليو نور، عوينه، سكره، المنزه، باردو، منوبه، الدندين، سوسه، صفاقس، بنزرت، مصباح بيان سور، حتاش لليل كالعاده بكليك كل شيء للباب الدار يجيك معايا يسير. انا نتعدى ديريكتومون بعد الشيف تحية من غير ما تكليكي لي نجيك يا شيف. الوغ مرحبا يا صفين، طولتي حضرت بالطبيعه. اليوم عملت مقرونه بالشامبينيون والدجاج لي زالغون مليحه، حطيت فيها طماطم كونكاسي سيكام، شامبينيون سيكام اوسي، استعملت فيها دجاج لي زالغون بولي مليحه، فوحتها بالطبيعه بالفحات من عند بني غلين لا غروند ايبيسري. طريقه سهله وبسيطه، مكريت طابت في ساعه. في ساعه المقرونه بتاعي هي الكوكيات ورده معها، هي عملت طاجين السبناخ وحنا شفنا كيفاش يجي شايح صافي ما فيهش ماء مش مزقزق. هذاك اللي حبيت نقول عليه، خاطر ديما عندنا مشكله مع الماء في السبناخ، يعطي برشا ماء. التكنيك سهله، حطوا فيه شويه عظم مسموط في عوض كان ما عندكم الشابلوغ، فما اللي يحطوا شابلوغ نخير عظم مسموط. عظم مسموط خير يجبد الماء. حطيت فيه تن البدر اللي بالزيت نباتي، حطيت له قوتا مرياح وحطيت له 3 فروماج مرياح وحمرته وعملت له غراتيناج بالفروماج مرياح. اكسلون. انا مانيش نعمل ديغوستاسيون، قول علاش. قلت على خاطر يا شيف انا قعدت قعدت معتي شد ريتم رمضان، دونك نفطر ما خرب الكل. خبي لي خمسة معوش شاد صحيح والله على خاطرك. اوكي مريض اتفقنا. الوغ مع هو وريتكم الطريقه اللي تعملوا بها جلجلانيه اللي هي النوغاتين. جلجلانية طريقة سهلة، تنجموا تعملوها عالية كما تنجموا تعملوها جويدة، فهمت؟ هذه نورمالمون يخدموا بها لي بياس ارتستيك وكل، لكن تنجموا تولي اوطى ماء. اي فما جويدة جويدة على الاخر. لازم يكون عندك قلقال كبير وكتاف خشي. قلقال كاسح لازم. وكتاف تاع كوستيك. عم حطيت فيها سكر فاني سمارت شيف، وريتكم التكنيك نتاع عاملينها بطريقه سهله وبسيطه. جلجلان بني غلين لا غروند ايبيسري بطبيعه، وحطيت فيها زوز انواع تاع جلجلان على خاطر الابيض والاصفر باش يعطي اللون والنكهه بنينه برشا، وهذاك المنافع نتاعها كبيره ومتميزه. والصغار في عود تشيروا لهم حلوه، ها هي الحلوه نتاعنا اللي نجموا نقدوها في الدار. انا نشكركم على المتابعه على حسن الانتباه، نشكر مزودينا على المنتوج المزيان اللي موفرينه لنا، ونقول لكم الى اللقاء. يعطيك صحة شيف، ميرسي بوكو ليك. انا حتى كان ما فطرتش خبي لي في الفريجيدير مريقلة، نجي غدوة هكا قبل ما نبداو الحلقة مدلي صحين. الفريجيدير نتاعنا تخدم 24/24 سايد باي سايد بيان سور باي ال جي اللي هي دور ان دور، اللي هي بيان سور ايكونوميك ياسر. الفريجيدير هذايا فيها بليزيور كومبارتيمون اموفيبل يتحركوا، دونك ماكش مربوطة طبعا باسباس معين، تنجم حتى تحط جيغو اونتي في وسطها يا شيف. وبيان سور الباب الثاني المزيان اللي فيه الديستريبيتور دو لاسون و ديستريبيتور دو فوات، دونك بالحق سي جي على بوين تقعد تفرجوا في البلاكار. مشكور يا شيف، ميرسي بوكو ليك. طبعا يعطيك الصحه على الدباره البنين هكا قاعده ترجع فينا في فورمه بشويه بشويه لشهر رمضان. شهر رمضان ترجع فينا الافطار يا شيف، مشكوره. طبعا انا نحب نشكر اليوم على اطلالتي مكياج اليوم كالعاده من عند فلور دوليس مون بارتنير اوفيسيال في الميزون بوتي، تلقاها موجوده في لاك دو في المرسى في المنزه زاده كيف كيف باش فيسبوك انستغرام اي سيت ويب فلور دوليس. نشكر كيف كيف سي سايت شوسور اي اكسسوار بور لي شوسور، تلقاه موجود في المنزه 8 في نيبل واي في صفاقس باش فيسبوك انستغرام اي سيت ويب سي سايت. نشكر حبيبه جولوري بور لي اكسسوار، حبيبه جولوري براند نتاع دي بيجو بيان سور دي اكسسوار اي جولوري، طبعا من لي بيير بريسيوز اي سيمي بريسيوز موجوده في اوتيل كونكورد اللاك 1 باش فيسبوك انستغرام اي سيت ويب حبيبه جولوري. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، ملتقانا ان شاء الله باش يتجدد بكم غدوه على خير.
ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه مش عملنا قبلنا حلالم أصلية كما حلالم كل مرأة مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية. وردة سرنا المحبة. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغشة، أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه، معاه كل شي يحضر ليه ليه، هذا شاف بالفم والملاي ملالي، عنده في كل شكارة دبارة باللمارة، كل ما يجيو هذيفان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكار. سمارت شيف سنين معاملين عليه. سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سيروا تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمة. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72 317 616. وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وانتو ما اخترتوا سيكامبولي طماطم مقشرة حاضر باش مقصوصة ولا كعب
مدشة بالثوم. برودوي لاني 2023. مع لانوفيل جام سورجيلي مليحة، العشاء الفطور ولا التحريشة يحضروا في رمشة عين. باني ولا الخيي صنف وتفن. لا جام سورجيلي مليحة متوفرة في المساحات الكبرى وفي كامل نقاط بيع مليحة. نادى ربه نداء خفيا، حسن الى احسن بالنسبه لبيرتا. عهد وفات كانوا باب الجنه تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري واهلي واحبابي واصدقائي وكلهم كانوا هكا دايرين بي. بسم الله والله اكبر. نور المكان كامل نور. باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للدم. بدا نغزو وفعلا صحيح. يقول يا ربي ان شاء الله في العوده. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار.